حد يدخل على حد كده من غير ولا يقول رائحة ولا دستور. طيب يلا ما علينا. السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ انا رجعت لكم، واي حد عنده اي رسالة وعايز يقول اي حاجة يكتبها لي تحت، ولو في حد عايز يتصل بيا او يكلمني يكلمني على الموبايل. اوه بس انا الشبكة عندي مش شغالة، يا خرابي، وكمان الموبايل اتكسر. انا اساسا معيش شريحة، الموضوع كبير قوي. يلا هبقى احكي لكم على الموضوع ده بعدين. يلا يلا بينا نتفرج مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن شطة في الملعب. هنتكلم النهاردة عن مباراة غورماهية والزمالك، اللي الزمالك خسر فيه خسارة جامدة جدا عليه، مع ان الزمالك كان في اول نص ساعة او اول 25 دقيقة كان الزمالك عامل شغل كويس جدا، وقلنا النتيجة هتبقى احسن من كده بكتير. في الدقيقة 56 ثانية اللاعب ابراهيم حسن اللي كان لابس تيشيرت رقم 18 احرز هدف بضربة صاروخية من خارج ال 18، اللي هو يعتبر كان فيها لوحده بعد وقوع اللاعب لفريق غورماهي على الارض، الكعب لوحده قلنا دي من عند ربنا، وسدد ضربة صاروخية برجله الشمال على شمال الحارس اللي ما كانش شايف اي حاجة خالص، وكان جون كويس جدا في الدقيقة 56. وطبعا في الدقيقة 24 و54 احرز اللاعب توي سينج على يمين حارس المرمى جنش، جاب جون في الوقت ده. وبعدين في الدقيقة 37 و43 احرز اللاعب توي سينج للمرة التانية هدف بضربة راس على يمين جنش حارس الزمالك. انا بصراحة مش عارف ايه اللي جرالك يا جنش، كنت كويس، اداء الزمالك مش عاجبني، مش ده الزمالك اللي احنا عارفينه، ايه الموضوع يا رجالة؟ مش عارف ايه الموضوع، الزاوية اليمين مش مظبوطة ليه؟ وفي الدقيقة طبعا 43 و27 احرز اللاعب حسام حسن هدف تاني، ولا احلى ولا اروع من كده على يمين الحارس، وقلنا في الوقت ده ان الدنيا هتتظبط معانا. لكن الفريق بتاع غورماهية كان ليه رأي تاني. في الدقيقة 50 و44 ثانية احرز اللاعب نيكولاس كيب كور على يسار الحارس، مش ممكن يا جماعة، فين الرقابة؟ وفي الدقيقة 52 و13 ثانية ضيع كهربا فرصة حقيقية من تسجيل هدف، لكن ضيعها، هنعمل ايه؟ احنا حظنا كده. وفي الدقيقة 89 و35 احرز اللاعب دينيس هدف غريب، وقعد يعمل حركات في ال18 وجنش بقى مرمي على الارض مش عارف يمسك الكورة ودخل جون. طبعا النتيجة بقت 4-2، وكانت نتيجة قاسية جدا على الزمالك، ومش عارفين نقول ايه. يلا مع السلامة. محدش ينسى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي هينسى بقى انتوا حرين، ما عنديش غير الخرزان. يلا بقى، باي باي.